خلال إجراءات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة، رئيس السيسي يؤكد أن مصر لا تمتلك أجندة ضد أحد، ويشكر القوات المسلحة على جاهزيتها المستمرة. رئيس الوزراء يستعرض المخرجات النهائية لحزم التسهيلات الضريبية ومحفزات الاستثمار تمهيداً للإعلان عنها غداً. الجيش الإسرائيلي يبدأ عمليات برية في القطاع الغربي لجنوب لبنان، والجيش اللبناني يؤكد جاهزيته للدفاع عن أرضه. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على ضرورة تحلي كافة الأطراف بالحكمة والمسؤولية ووقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وفي لبنان، محذرا من خطورة استمرار التصعيد بما لذلك من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة كافة وتطلعاتها نحو الاستقرار والتنمية. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس القبرصي نيكوس خريستوليدس، وتناول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. هذا وشهد الاتصال تأكيد التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية ودفع سبل التعاون في مختلف المجالات بما يتفق مع مصالح الشعبين الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية وملفات الطاقة والربط الكهربائية. كما أكد الرئيسان التزامهما بآلية التعاون الثلاثي مع اليونان وباجتماعاتها الدورية باعتبارها أحد الأدوات المهمة لتفعيل التعاون الإقليمي. من جانبه ثمن الرئيس القبرصي الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار بالإقليم، مشددا على حرص بلاده على دعم جميع الجهود الرامية لاستعادة السلم والأمن في المنطقة. استمرنا تقريبا 10 سنوات في مكافحة الإرهاب، والحمد لله بهني القوات المسلحة وبهني الشرطة وبهني الدولة بالجهود اللي عملتها في هذه المهمة الصعبة اللي كتير من دول العالم لم تستطيع أن تنجزها. أنا أسجل هنا أن عمر القوات المسلحة رغم قوتها ما كانت إلا قوة رشيدة بتتسم في تعاملها بالتوازن الشديد. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تفتيش الحرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية. وكان ذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة. كما تفقد الرئيس السيسي اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، واستعرض الرئيس اصطفاف معدات وأفراد الفرقة السادسة على متن حافلة مكشوفة بصحبة رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وقادة القوات المسلحة. We'll be right back.
وفي كلمته خلال حضوره اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الرؤية الثاقبة لقيادة الدولة المصرية خلال فترة حرب أكتوبر وما تلاها، والتي تجاوزت عصرها وظروفها وحالة المنطقة آنذاك. كما أشار السيد الرئيس إلى أن مهمة القوات المسلحة هي الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حقوقها. أن بعد 51 سنة القيادة اللي كانت بتقود الدولة المصرية في الوقت ده كانت قيادة لها رؤية بعيدة جدا جدا، واستطاعت ان هي تتجاوز عصرها وتتجاوز ظروفها وتتجاوز الحالة اللي كانت موجودة فيها منطقتنا، وكانت بتقول ان احنا قاتلنا من اجل السلام، نستعيد ارضنا. وهي دي مهمة القوات المسلحة، هي الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها. وده أمر أتصور أنه هو من أفضل وأشرف المهام اللي بتقوم بها أي قوة أو قوات عسكرية لأي دولة، أنها تحمي بلادها وتحمي حدودها. ولكن اللي أنا أقصد أكلمه هنا، بعد 51 سنة وأنتوا شايفين التطورات اللي بتتم دلوقتي في منطقتنا، وقد إيه أن الرؤية ديت كانت رؤية الحقيقة شديدة العبقرية، وما تحقق فيها بيؤكد دلوقتي الآن إن كان سبق للعصر، وتحقق لمصر السلام. وبقى السلام من الوقت دوت وحتى الآن هو خيار استراتيجي للدولة المصرية. وهنا أتوقف عند نقطة مهمة أؤكد عليها، إن إحنا ما عندناش في مصر لا القوات المسلحة ولا الدولة المصرية ولا أي مؤسسة من مؤسساتنا عندها أجندة خفية تجاه حد. كذلك أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لها موقف ثابت وعادل لم يتغير تجاه القضية الفلسطينية. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أن من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش في دولة مستقلة جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. موقف ثابت ما تغيرش، هو موقف عادل تجاه قضية عادلة هي القضية الفلسطينية. هو كل اللي بنقوله إيه؟ بنقول إن إحنا الشعب الفلسطيني من حقه إن هو يعيش في دولة مستقلة جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. وإحنا أنا أستطيع أن أتكلم مش بس باسمي وباسم مصر، أنا ممكن أستطيع أن أنا أتكلم باسمي وباسم كل أشقائنا في المنطقة العربية. هذا الأمر لو تحقق هيفتح آفاق حقيقية وموضوعية للسلام والتعاون على مستوى المنطقة بالكامل، على مستوى الإقليم. القضية الفلسطينية قضية محورية في وجدان كل الناس، واحنا بنقول دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية، حماية للمواطن الإسرائيلي وحماية للمواطن الفلسطيني. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة برغم قوتها إلا أنها قوة رشيدة تتسم في تعاملها بالتوازن. كما أضاف الرئيس السيسي أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالتوازن والاعتدال الشديد. مهم قوي ان انا اسجل هنا ان عمر القوات المسلحه رغم قوتها ما كانت الا قوه رشيده بتتسم في تعاملها بالتوازن الشديد، وعمر ما كان قوتها سبب ابدا او مسار لغطرسه في الاداء او التصرف لا داخليا ولا خارجيا. صحيح سياستنا الخارجيه بتتسم بالتوازن والاعتدال الشديد والحرص على عدم إسكاء الصراعات، ولكن برضو القوات المسلحة ده عقيدتها، وده العقيدة دي انعكست على لأن القوات المسلحة هي جزء من شعب مصر. هذا وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر للقوات المسلحة على الجاهزية المستمرة. وأضاف الرئيس أنه في عامي 2011 و2013 كان هناك اختبار حقيقي للقوات المسلحة. أتقدم لكم جميعا بالشكر القوات المسلحة، وأشكركم على الجاهزية اللي أنتوا دائما متواجدين فيها، وأشكركم أيضا على
وطنيتكم العظيمة وأيضا عقيدتكم الشريفة المخلصة لوطنها، وبقول لوطنها مش لحد، لأن احنا في 2011 و 2013 كان في اختبار حقيقي للقوات المسلحة، بغض النظر على ان اللي حصل في 2011 كان ترتيب ولا سوء تقدير ولا مؤامرة، لكن كانت الهدف منها في الآخر ان جناحي الأمة في مصر الشرطة والجيش تسقط، وتسقط الدولة في اقتتال أهلي ضخم جدا يستمر ويأكل كل ما فرص التنمية حتى لو كانت فرص تنمية متواضعة أو محدودة. أقدم لكم جميعا بالشكر قوات المسلحة، وأشكركم على الجاهزية اللي انتوا دائما متواجدين فيها، وأشكركم أيضا على وطنيتكم العظيمة وأيضا عقيدتكم الشريفة المخلصة لوطنها، وبقول لوطنها مش لحد. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزيري المالية أحمد كوجوك والاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، حيث ناقشوا المخرجات النهائية لحزم التسهيلات الضريبية ومحفزات جذب الاستثمارات بعد الانتهاء منها تمهيدا للإعلان عنها غدا. وخلال الاجتماع أوضح وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي في ضوء السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة وتنتهجها وزارة المالية لتحقيق مزيد من الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مؤكدا أن هذه التسهيلات تستهدف تذليل العقبات الضريبية أمام مجتمع الأعمال وأنشطتهم الاقتصادية. من جانبه استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الملامح النهائية لحزمة محفزات الاستثمار التي انتهت الوزارة من صياغتها بالتعاون مع الجهات المعنية والمستثمرين، مشيرا إلى أن هذه الحزمة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن تشغيل المتحف المصري الكبير يمثل حدثا فريدا من نوعه ينتظره العالم بأسره، حيث يمثل هذا الصرح العملاق هدية مصر للعالم وفرصة للوصول إلى أعلى معدلات سياحية. وخلال اجتماع لمتابعة اللمسات النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير وموقف تطوير المنطقة المحيطة استعدادا لافتتاحه خلال الفترة القريبة القادمة، أشاد رئيس الوزراء بالانتهاء من هذا الصرح الحضاري الثقافي الذي يؤكد أن المصريين قادرون على الإنجاز وعلى الحفاظ على ثقافتهم وتراثهم وهويتهم، كما أنهم قادرون على المحافظة على الحضارة المصرية وصيانتها وترميمها ونقلها بطرق علمية وآمنة وعرضها للزوار بالشكل اللائق وبأحدث الوسائل التكنولوجية.
صايرين أشلاف، جيراني قالوا لي أولادك أشلاف. قصف وطيران وحرب، يعني دمار شامل. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ضرورة العمل على تخفيف حدة التوتر المتصاعد والناجم عن العدوان الإسرائيلي على لبنان وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة لمنع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، حيث تناول الجانبان آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع في لبنان. واستعرض عبد العاطي خلال الاتصال الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل على تهدئة الأوضاع في لبنان، وأكد على استمرار تقديم مصر لجميع أشكال الدعم السياسي والإنساني للبنان في ظل ما يواجهه من ظرف دقيق وضرورة تكاتف جميع الأطراف المعنية في هذه المرحلة الحرجة لانتخاب رئيس للبلاد في أسرع وقت لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان. أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أن وتيرة التصعيد الحالية في المنطقة تستوجب تكاتف الجهود للتدخل السريع في هذا المنعطف الخطير لسرعة وقف إطلاق النار والعدوان الحالي على لبنان والعمل على الحيلولة دون التصعيد الإقليمي. جاء ذلك خلال الاتصال الذي تلقاه من مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان، وشدد عبد العاطي على أهمية العمل على تكثيف إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني وتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني. إلى ذلك أكد الجيش اللبناني أنه يتولى مسؤولياته الوطنية ويقدم الشهداء ويحافظ على جاهزيته للدفاع عن الأرض، وذلك استنادا إلى قرارات السلطة السياسية وتوجيهاتها للقيام بما تراه مناسبا من أجل حماية لبنان والمؤسسة العسكرية والالتزام بالقرار رقم 1701 بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. كما أكدت قيادة الجيش اللبناني أن الأولوية بالنسبة إلى القيادة هي حماية المؤسسة والمحافظة على تماسكها ووقف العدوان والصمود ودعم اللبنانيين ومواكبة أزمة النزوح ومواصلة عمليات الإنقاذ بالتنسيق مع الأجهزة المختصة تزامنا مع حفظ السلم الأهلي والاستقرار الداخلي. أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن أحداث 7 أكتوبر كانت حدثا استثنائيا. وخلال أول ظهور له بعد دعي إسرائيل اغتياله، أوضح نعيم قاسم أن هدف الاحتلال بعد 7 أكتوبر هو إبادة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الدعم الأمريكي المقدم لإسرائيل هو الذي يساعدها في جبهة لبنان. قال الجيش الإسرائيلي إن قوات الفرقة 146 بدأت أمس في تنفيذ ما وصفه بأنه عمليات برية محدودة ومحددة الأهداف. وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه العملية ستكون ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله في القطاع الغربي لجنوب لبنان، معلنا استدعاء فرقة عسكرية إضافية للانضمام إلى العملية البرية جنوب لبنان. دعت الأمم المتحدة إسرائيل ولبنان للعودة للحل التفاوضي باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار وحماية أرواح المدنيين. وفي بيان مشترك لمنسقة الأمم المتحدة في لبنان جينين هانس ورئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل بمناسبة مرور عام على بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان، أكد البيان أن الحرب الإسرائيلية على لبنان أدت لمقتل عدد كبير من المدنيين فضلا عن نزوح آلاف آخرين وسط تجاهل تام للنداءات المتكررة لضبط النفس وحماية المدنيين أو الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. هذا وقد أشار البيان إلى أن القصف الإسرائيلي المستمر أصبح جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية في لبنان.
حذرت الأمم المتحدة من انهيار النظام الصحي في لبنان بسبب استمرار الغارات الإسرائيلية. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوغاريك أن الضربات الإسرائيلية العنيفة على لبنان أسفرت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى والمصابين. هذا وأعلن المسؤول الأممي عن إغلاق أكثر من 96 مركزا للرعاية الصحية الأولية وثلاثة مستشفيات بسبب الضربات الإسرائيلية. In the capital of North Darfur, El Fasher, where we are seeing reports of continued clashes posing a risk to hundreds of thousands of civilians who remain in the area. أعلن المتحدث باسم وكالة التعاون الإنمائي الدولي الصينية ليمينغ أن الصين قررت تقديم إمدادات طبية إنسانية طارئة إلى لبنان بناء على طلب من الحكومة اللبنانية. وقال المتحدث في بيان أذاعته وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه نتيجة للأحداث الجارية في لبنان قررت الحكومة الصينية تقديم الإمدادات الإنسانية تلبية لطلب نظيرتها اللبنانية. في السياق ذاته استقبل وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض وزيرة التعاون الدولي القطرية لؤلؤة الخاطر التي وصلت مع بعثة بلادها لتوصيل المساعدات الغذائية والطبية للأراضي اللبنانية ضمن البعثة الإنسانية القطرية الفرنسية المشتركة. The United States stands with Israel. Becoming a graveyard for children. التطورات اللي بتحدث خطيرة جدا وممكن تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة. عن الأوضاع في غزة أفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد ما لا يقل عن 25 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج في وسط قطاع غزة. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ لانتشال المزيد من الضحايا من تحت الأنقاض. كما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر بحق العائلات في القطاع أسفرت عن استشهاد 56 مواطنا وإصابة 278 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. بذلك ترتفع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,965، أغلبيتهم من الأطفال والنساء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوغاريك أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تحمي سكان غزة لعدم وجود أماكن آمنة. وأشار دوغاريك إلى الوضع المتردي في المناطق الواقعة شمال وادي غزة والذي يضغط على أكثر من 400,000 فلسطيني للانتقال جنوبا إلى المواصي، مضيفا أن جنوب غزة مكتظ تماما ولا يمكنه استيعاب المزيد من الفلسطينيين، وأن أكثر من 50,000 شخص نزحوا داخل شمال غزة. قالت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كاملا هاريس في مقابلة على قناة CBS أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. وأشارت هاريس إلى أن عددا كبيرا من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة ولا بد أن تنتهي هذه الحرب، منوهة إلى أنها لن تتوقف عن متابعة ما هو ضروري لتوضيح الموقف بشأن الحاجة إلى إنهاء هذه الحرب. قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب إن 7 أكتوبر لم يكن الأكثر دموية للشعب اليهودي منذ الهولوكوست فحسب، بل كان هجوما على الإنسانية وفق تعبيره. وأضاف ترامب أنه يدعم حق إسرائيل فيما أسماه بالنصر خلال حربها ضد الإرهاب ولن يسمح بمحرقة أخرى ضد شعب يهودي.
not just the worst terror attack since 9/11, it was an attack on. هذا وتتنوع المواقف الدولية إزاء مشاهد القتل والدمار والتجويع الممنهج الذي ينتهجه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بين مؤيد ومعارض. وتصدرت مصر قائمة الدول أصحاب المواقف الشجاعة بدورها الهام الذي بذلته لحل الأزمة، سواء بالوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين أو تسهيل دخول المساعدات الإنسانية. ما بين مؤيد ومعارض وإيجابي وسلبي ومتحرك وصامت، تتنوع المواقف الدولية إزاء مشاهد القتل والدمار والتجويع الممنهج من قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وعلى رأس تلك المواقف الدور الشجاع الذي لعبته مصر، سواء بالوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين أو تسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر رغم عراقيل وتعنت الاحتلال الإسرائيلي. ورغم مشاركتها في الوساطة مع مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أنها تدعم بشكل كامل إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، في حين ظلت الصين متمسكة بموقف ثابت بالمطالبة برفض الظلم التاريخي الواقع على الفلسطينيين والدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ولم يختلف موقف روسيا من الحرب عن موقف الصين كثيرا، حيث طالبت بوقف الحرب لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، واستخدمت حق الفيتو لإفشال مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن في 25 أكتوبر الماضي. وسعت كل من الصين وروسيا لتحجيم خطورة العدوان الإسرائيلي الغاشم بصورة غير مباشرة، وذلك من خلال استضافة اجتماعات المصالحة وتزويب الخلافات بين الفصائل الفلسطينية وتوحيد الرؤية المشتركة لمواجهة التصعيد الإجرامي في الأراضي المحتلة. وعلى طرف النقيض، تصدرت بريطانيا قائمة الدول التي أدانت هجمات حماس على إسرائيل، ولم تستجب حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك أنذاك لضغوط المظاهرات في الشارع، وظلت على موقفها الرافض لدعوة إسرائيل لوقف الحرب، بل وأرسلت بريطانيا سفينتين حربيتين وطائرات إلى شرق البحر المتوسط. الموقف الفرنسي لم يغرد بعيداً خارج سرب بريطانيا والولايات المتحدة من حيث الإدانة الصريحة لحماس، وأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها بكل الطرق، ولذا لم يتحمل الشارع الغربي ازدواجية المعايير التي أظهرتها حكوماته، فاندلعت مظاهرات عدة تمكنت من إحداث تغيير نسبي من دعم العمل العسكري الإسرائيلي بشكل مطلق إلى التحرك الدبلوماسي والسياسي للتوصل إلى هدنة إنسانية وإدخال المساعدات، ومن ثم الدعوة إلى وقف للحرب. وعلى عكس التوقعات، سبحت دول أوروبية ضد التيار، فاعترفت كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطين، فيما تضامنت البرازيل وكولومبيا مع دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في يناير الماضي لملاحقة حكومة الاحتلال لارتكابها جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية في قطاع غزة. وتبقى ذاكرة التاريخ حاضرة، فالتاريخ لا ينسى مواقف الداعمين للحق والعدل ولأصحاب الأرض الذين ضحوا بالغالي والنفيس. إن استمرار العمليات العسكرية الحالية سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع في حالة عدم تضافر جهود كافة الأطراف الدولية والإقليمية للوقف الفوري للتصعيد الحالي. Aujourd'hui la situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer. It's time for this war to end, for the day after to begin. We also demand the respect of international humanitarian law. That is why here today I would like to reiterate once again the need for an immediate ceasefire and for convening an international conference to implement a definitive solution to this long-lasting conflict. President, the world demands a ceasefire in Gaza. Hostages must be released. Aid must flow.
This humanitarian catastrophe must end. To ease epic suffering, make the delivery of aid easier, safer, and facilitate the release of hostages, I reiterate my appeal for an immediate humanitarian ceasefire. This is intimately linked with the situation in Gaza, where again we need to see an immediate ceasefire. It shames us all that the suffering in Gaza continues to grow. Calling for an immediate ceasefire, unconditional release of all hostages, unhindered delivery of humanitarian aid, which is really needed. And we support the US, Qatar, and Egypt in their ongoing efforts. بنقوم بدور ايجابي جدا جدا في احتواء التصعيد اللي موجود ومحاوله تهدئه الامور والوصول الى ايقاف لهذا الصراع وايضا وقف اطلاق النار بشكل او باخر، ايقاف نزيف الدم اللي بيتم دلوقتي. نشرة السادسة تتواصل معكم على شاشات التلفزيون المصري. بعد انقطاع دام لقرابة أسبوع متواصل، شهد معبر رفح تدفقا لمئة شاحنة من المساعدات الإنسانية والغذائية، تنوعت ما بين اللحوم والشعير ومستلزمات الخيام، بالإضافة إلى 10 شاحنات من المحروقات متنوعة ما بين السولار والغاز. هذا ولا تزال قوة الاحتلال تفرض حصارا على دخول المساعدات الإغاثية من خلال التحكم وعرقلة دخول تلك الإمدادات إلى النازحين في قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم كل الجهود المصرية المبذولة من أجل إنفاذ المساعدات المختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم وبعد انقطاع دام قرابة الأسبوع، عادت مرة أخرى تدفق أعداد الشاحنات إلى معبر رفح البري ثم إلى منفذ كرم أبو سالم. نتحدث اليوم عن عبور حوالي 100 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية، هذا بالإضافة إلى حوالي 10 شاحنات من المحروقات. ما قام بتفريغ حمولته إلى الآن 4 شاحنات فقط، هذه الشاحنات تحمل مساعدات غذائية، وأربع شاحنات رفضت فيهم قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تفرغ حمولتها، وكانت هذه الشاحنات تحمل الزجاجات للمياه، وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. إذن وبالتالي من قام بتفريغ حمولته إلى الآن حوالي 96 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية ومعونات مختلفة. وبالتالي نحن ما زلنا أمام يعني إجراءات تعسفية كبيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف عرقلة دخول الشاحنات المختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والنازحين الذين يعانون من نقص كبير في الإمدادات الغذائية والطبية والدوائية، وهو الأمر الذي حذرت منه المنظمات الأممية وأيضا مكتب الشؤون الإنسانية بقطاع غزة، والذي أكد إلى أن هناك حوالي 96% من سكان غزة يعانون من نقص كبير من الإمدادات الغذائية والطبية والدوائية، وحذرت أيضا من أن اقتراب موسم الشتاء القادم دون الترتيب له بشكل كبير سوف يؤدي إلى تفاقم الأزمات أكثر مما داخل قطاع غزة. يمكن هذا هو المشهد لدينا الآن مشاهدينا الكرام، وأعود إليكم مرة أخرى. نشرة السادسة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. وزير الخارجية الإيراني يهدد إسرائيل برد حازم على أي هجوم على البنية التحتية الإيرانية.
قالت صحيفة إسرائيل هيوم إن القوات الجوية الإسرائيلية أجرت مؤخرا تدريبات فوق المتوسط تحاكي الطيران لمسافات طويلة. وأضافت الصحيفة أن التدريبات تضمنت محاكاة للتزود بالوقود جوا وضرب أهداف بعيدة. من جهتها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه من المرجح أن تستهدف إسرائيل في ردها قواعد عسكرية إيرانية وربما مواقع استخبارات. ونوهت الصحيفة إلى أن إسرائيل ربما أجلت بعد نقاش طويل استهداف مواقع نووية إيرانية إلى وقت لاحق. بدوره حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي هجوم على البنية التحتية الإيرانية سيتبعه رد. وأضاف عراقجي أن إسرائيل تعلم أن صواريخ إيران يمكنها الوصول إلى كل أهدافها، مشددا على أن طهران سترد على أي هجوم إسرائيلي على المنشآت أو البنية التحتية التابعة لها. وباسخي بمراتب سختر مواجه خواهد شد ودر انجام این مهم ما نه تعلل خواهیم کرد و نه شتاب زده خواهیم بود. قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع مجموعة من الكراتين تضم مستلزمات دراسية على التلاميذ غير القادرين بمدرسة إدفو الابتدائية بمحافظة أسوان. جاء ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف الوطني مع مؤسسة دي بي وورلد الخيرية، وتهدف الحملة إلى توفير المستلزمات الدراسية اللازمة للطلاب مما يسهم في تحسين أدائهم الدراسي وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح. كما تسعى الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية المسؤوليات المجتمعية. طبعا فرحة التلاميذ النهاردة فرحة كبيرة وسط وجود كوكبة من المؤسسات المجتمع المدني وأولياء الأمور، وتم تسليم التلاميذ عبارة عن صندوق به محتويات دراسية لمساعدة التلاميذ الغير قادرين في المدرسة. طبعا احنا بنشكر حضراتهم وبنشكر كل اللي تعاون معانا النهاردة في ادخال الفرحة للتلاميذ. يشرفنا ان احنا نكون هني مع اخواننا في مصر ندعم الطلبة والتعليم في جمهورية مصر العربية. الشباب هذيلة مستقبل مصر ومستقبل الوطن العربي كله، فاحنا فخورين ان نكون احنا جزء من هالمبادرة. وشكرا لكل الدوائر وللتحالف الاهلي اللي ساعدنا في ان احنا نحقق هذه المبادرة باكمل وجه، وان شاء الله معاكم في كل سنة وكل حول باذن الرحمن. تواصل الإقبال من المواطنين بمحافظة بني سويف لليوم الخامس على التوالي لشراء اللحوم التي قامت بتوفيرها مؤسسة حياة كريمة، وذلك في إطار مبادرة توفير اللحوم المجمدة والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين. أشار المتطوعون بالحملة إلى أن تنظيم التوزيع بالمنفذ ساهم في عدم وجود تزاحم مع تواصل إقبال المواطنين على الشراء، حيث توفر مؤسسة حياة كريمة اللحوم من خلال المنفذ بمحافظة بني سويف بسعر 185 جنيه للكيلو الواحد من اللحوم المجمدة و90 جنيه للدواجن. كما شهد منفذ توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بقرية طناح بالدقهلية إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث افتتحت مؤسسة حياة كريمة عددا من المنافذ المتحركة بالمحافظة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، ومنها منفذ بميدان مدينة بلقاس وآخر ثابت بمدينة المنصورة أمام مسجد النصر. ووفرت المبادرة اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيها للكيلو واللحوم البلدي بسعر 310 جنيهات للكيلو. النهارده المبادره ان شاء الله تبع حياه كريمه تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادره لحوم مجمده الكيلو ب 185 جنيه لكل الناس، ودي ان شاء الله المبادره لسه بادئه النهارده معانا ان شاء الله، وان شاء الله هنغطي بقيه الكره ومركز المنصوره ان شاء الله. وبنشكر السيد رئيس الجمهوريه وبنشكر كل القائمين على مؤسسة حياة كريمة في حرصهم الدائم على توفير المنتجات للمحتاجين من الشعب لأصحاب الدخل المتوسط، وجزاهم الله عنا. وأنا كأحد منسقي برنامج حياة كريمة في قرية طناح بتوجه بالشكر لكل القيادات المسؤولة عن برنامج حياة كريمة على مستوى الجمهورية. طبعا حاجة عظيمة جدا وحاجة كويسة جدا وبتخدم المواطن البسيط، والنهاردة هي موجودة في طناح
واللحمه موجوده ب 185 جنيه، يعني سعر يناسب المواطن الغلبان البسيط اللي محتاج. واحنا النهارده بنشكر حياه كريمه وبنشكر السيد رئيس الجمهوريه على توفير اللحمه الموجوده، حاجه كويسه جدا بتخدم المواطن. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار إطلاق 40 دليلا إرشاديا بمختلف الأمراض. جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق الدلائل الإرشادية المصرية وأخلاقيات المهنة للتمريض بالتعاون بين المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية. وخلال كلمته أكد عبد الغفار اهتمام القيادة السياسية ودعمها القوي لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في مجال الصحة وتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لجميع المواطنين. أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشريف الشربيني عن أكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، ويتضمن 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة. وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الطرح الجديد للوحدات السكنية يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها من أجل تلبية الطلب المتزايد على الوحدة بالمدن الجديدة ودفع عجلة التنمية بها وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في التملك وتحقيق التنمية المطلوبة. وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي فريق التدخل السريع المركزي ومأمور الضبط القضائي بمديرية التضامن الاجتماعي بأسوان بغلق داري رعاية اجتماعية للبنين والبنات تابعين لجمعية رعاية البنين والبنات بأسوان. جاء القرار بعد أن رصد فريق التدخل السريع عددا من الملاحظات التي تمثل خطرا على بقاء الأطفال بالدارين، منها عدم تفعيل سياسة الحماية وعدم قدرة الجهاز الوظيفي على التعامل مع الأبناء ومشكلاتهم بشكل تربوي، علاوة على رصد مخالفات مالية وإدارية أثناء الفحص المالي والإداري لأعمال الجمعية. والآن تحولوا إلى أخبار المال والأعمال في نشرتنا. سارة نجيب في انتظاركم وطائفة من أبرز الأنباء الاقتصادية. إليك سارة. شكرا ليلى، شكرا هبة. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. نفى البنك المركزي إصدار ورقة نقدية من فئة 200 جنيه مطبوعاً عليها 8 أكتوبر لعام 2024 في أي يوم سبق هذا التاريخ. وأشار البنك المركزي إلى أن الصورة المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي للورقة النقدية غير حقيقي، وأن الرقم المسلسل الموجود عليها هو خاص بالإصدار النقدي الذي تم في عام 2023. ويهيب البنك المركزي وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار عن البنك، وضرورة الرجوع للمصادر الرسمية بالبنك المركزي للتأكد من الأخبار غير الموثوقة قبل نشرها أو تداولها بما قد يؤثر على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي. أكد وزير البترول كريم بدوي أن مصر تعمل على بناء شراكات قوية وتعاون إقليمي وعالمي خاصة في مجال الهيدروجين من أجل دعم دور مصر لتصبح مركزا إقليميا وعالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. جاء ذلك خلال مشاركات الوزير في فعاليات مؤتمر هامبورغ للاستدامة الذي عقد يومي 7 و8 أكتوبر تحت عنوان معا نساهم في ضمان تحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب. وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من رؤساء الدول والقادة والوزراء والمنظمات الدولية والتمويلية والخبراء المختصين بالمجالات المتعلقة بتحقيق الاستدامة، وذلك لتعزيز الشراكات والعمل الجماعي لإزالة التحديات التي تحول دون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت سفير السويد لدى القاهرة لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مختلف مجالات الكهرباء. وخلال اللقاء تم مناقشة زيادة التعاون القائم في عدد من المجالات، ومن بينها الدعم الفني المقدم من معهد تمويل التنمية السويدي لتنفيذ خدمات استشارية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتمويل عدد من الدراسات، من بينها تخطيط القدرة الغير فعالة بالشبكة وتأثير دخول الطاقة المتجددة بالشبكة لتحقيق التكامل بين الطاقات المتجددة. استقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب سفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشي ووفد شركة يازاكي اليابانية لتصنيع الضفائر الكهربائية. وتناول اللقاء متابعة تطورات إنشاء مصنع يازاكي لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات بمحافظة الفيوم. من جهته قال رئيس شركة يازاكي ليمتد لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا إن مشروع إنتاج الضفائر الكهربائية بمحافظة الفيوم يستهدف تصدير 100% من إنتاجه للأسواق الأوروبية بمبيعات سنوية تقدر بنحو 100 مليون يورو. انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على مستوى الخبراء بالعاصمة الرومانية بوخارست لتعزيز العلاقات الاقتصادية. وتناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع رومانيا في كافة المجالات، وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في شتى مجالاتها وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تنميتها وزيادة الاستثمارات البينية. في أسواق البترول العالمية قفزت أسعار النفط بنسبة 3% لأول مرة منذ أغسطس الماضي، فيما دفع تزايد مخاطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين إلى العدول عن رهانهم على انخفاض أسعار الخام. وزادت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 3.2% لتصل إلى 80 دولارا و52 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.4% لتسجل 76 دولارا و87 سنتا. وكذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.11% لتصل إلى دولارين و32 سنتا للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.91% لتسجل دولارين و86 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع لتعويض بعضا من أحدث خسائرها التي نجمت عن مخاوف من أن المنطقة قد تكون على شفا حرب أوسع نطاقا. وربح المؤشر السعودي 1%، كما ارتفع مؤشر دبي 0.8%، وكذلك قفز مؤشر أبوظبي 0.3%، وامتدت المكاسب لمؤشر قطر الذي ارتفع بحوالي 0.6% في ختام التعاملات. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى ليلى وهبة، إليكما. شكرا لك سارة. تحل اليوم ذكرى ميلاد فارس السينما المصرية النجم أحمد مظهر الذي ولد في مثل هذا اليوم 8 أكتوبر من عام 2017. ويعد أحمد مظهر أحد أبرز الممثلين بتاريخ السينما المصرية، وقدم خلال مشواره الفني أكثر من 160 عملا فنيا، تاركا إرثا فنيا كبيرا في تاريخ السينما. الرسالة فيها حكاية موت شجرة الضر، في منا جاسوس هتبعت الخبر ده بره، لكن لمين؟
هيكون مين غير عدونا الألد؟ هيكون مين غير التتار؟ فارس السينما الذي استطاع أن يغير موازين البطولة والدور الأول ليجعل الغلبة للجدية والصرامة بدلا من الوسامة والرومانسية، طرق أبواب الفن من باب الفروسية، وكانت أخلاقه تحمل معانيها بكل الصور. إنه الفنان الراحل أحمد مظهر. ألستم تزعمون أن الناس يحيون حياة ثانية بعد حياتهم هذه الأولى؟ فسنرسلك إلى هذه الحياة الثانية، فانتظرنا هناك حتى نلقاك فيها. ولد أحمد مظهر بالقاهرة في حي العباسية لأسرة أرستقراطية في 8 أكتوبر عام 1917. دخل الكلية الحربية ولمع نجمه فيها، وتخرج في عام 1938 وشارك في حرب 48، وتم تعيينه قائد مدرسة الفروسية. مالك تعرجي ليه؟ شفتي الكارنيه والقلم بتوعي؟ كانوا قاعدين في حوش الاسكام. الله، ايه ده؟ دم؟ تتعورتي؟ حاجة بسيطة، مش تاخدي بالك من نفسك؟ برع أحمد مظهر في الأفلام التاريخية والدينية، وأهمها دوره الخالد في فيلم الناصر صلاح الدين وفيلم وإسلاما، إلا أن بصمته على الأفلام الرومانسية لا تتكرر، مثل فيلم الأيدي الناعمة ولن أعترف والطريق المسدود والزوجة العذراء وغصن الزيتون ودعاء الكروان، حيث قدم ثنائيات رائعة مع فاتن حمامة وسعاد حسني وغيرهما من فنانات العصر الذهبي. ريتشارد، أنت تغامر حول حلم كاذب. ليست عظمة الصليب هي ما تحارب من أجله، إنما هي عظمتك أنت. أنا أحذرك يا ملك الإنجليز، فأنت تبحث عن مجدك أنت. قام أحمد مظهر ببطولة أكثر من 100 فيلم من روائع السينما المصرية، كما قام ببطولة مسلسلات تلفزيونية دينية واجتماعية، وصل عددها إلى 34 مسلسلاً، نالت شهرة كبيرة في الوطن العربي، منها ضمير أبلة حكمة، وشارك بالبطولة كذلك في 10 مسرحيات و5 مسلسلات إذاعية. يا سلام، ايه فراسك؟ فين المزيكا؟ انا مستني حاجة. وفي عام 2002 وبالتحديد في 8 مايو توفي الفنان أحمد مظهر بعد مسيرة فنية ظلت خالدة في أذهان الجمهور المصري والعربي حتى الآن. ختام نشرة تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. خلال إجراءات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة، الرئيس السيسي يؤكد أن مصر لا تملك أجندة ضد أحد، ويشكر القوات المسلحة على جاهزيتها المستمرة. رئيس الوزراء يستعرض المخرجات النهائية لحزم التسهيلات الضريبية ومحافظات الاستثمار تمهيدا للإعلان عنها غدا. الجيش الإسرائيلي يبدأ عمليات برية في القطاع الغربي لجنوب لبنان، والجيش اللبناني يؤكد جاهزيته للدفاع عن أرضه. وبختام العناوين نصل معكم لختام نشرة السادسة، شكرا لكم وإلى اللقاء.